الأخ أحمد من قطر. أستاذ أحمد تفضل. السلام عليكم، كيف حالك؟ وعليكم السلام، أهلا بيك. الله يرضى عنك وعن شيخنا الكريم. آمين يا رب. لو سمحت كنت عايز أسأل شيخنا سؤال. كان في لنا صديق مريض كان محتاج عملية، فجمعت له مبلغ من يعني من أهل الخير موجودين معنا في قطر. تمام. فهو أجرى العملية، طبعا انا لم بالفلوس نيه العمليه لصديقي، فبقي من المبلغ يعني من المال مبلغ كبير، يعني من هو عمل العمليه وبقى مبلغ من المال يعني. تمام. فهل يجوز لي التصرف في المال ده دون الرجوع الى اصحاب التبرعات؟ يعني هل يجوز لي ان انا اتصرف فيه مثلا للفقراء أو اليتامى، ولا لازم أرجع ليهم لأصحاب التبرعات؟ تمام. طيب، واضح السؤال يا أخ أحمد. يعني تسمع الإجابة إن شاء الله من الشيخ. دكتورنا في هذه الحالة، دكتور اللي الأخ أحمد بيتكلم عليها، يعني المال تبقى بعد العملية ما انتهت، هل لازم نستأذن من المتبرعين ولا يمكن أن يتصرف فيه صدقة مثلا وما إلى ذلك؟ إذا كان يمكن الرجوع إليهم أفراد محددين ومعينين أو مؤسسات محددة ومعلومة لدى الأخ الكريم، فالرجوع اليهم هذا يكون افضل ويكون اوجب. يذهب اليهم ويقول انا جمعت هذا المال وتبقى منه كذا، اذا كان يمكن الرجوع اليهم. اما اذا كان عدد كبير وهو لا يعرف هؤلاء الناس جميعا، او لا يعرف معظمهم، او لا يعرف الكثير منهم، في هذه الحاله على حسب ما جمع. هل هو جمع لهذا الرجل ربما يحتاج بعد خروجه من العمليه يظل مثلا في بيته فتره، انقطع عن العمل، ظروفه لا تسمح، فيعطي له هذا المال لأنه جمعه باسمه، سواء كان العملية أو ملحقات هذه العملية، لأنه يعيش فترة في نقاهة مثلا لا يستطيع العودة إلى العمل إذا لم يكن موظفا حكوميا، يصرف له الراتب في نهاية كل شهر. فالأصل أن يعود إلى الناس إذا استطاع. إذا لم يستطع فهو يقدر الحالة، وخاصة لو كان معه أحد بعض الناس يعني يتشاور معهم، هل وضع هذا المال لهذا الأخ ويعني طالما جمعناه باسمه يكون اولى، او التصدق به في اوجه الخير يكون اولى، ويجتهدوا وهم ماجورون على اي حال ان شاء الله، سواء وضعوه لهذا الاخ يستفيد به بعد خروجه من العمليه اذا كان محتاجا او فقيرا، او لم يكن محتاجا فينفقونه. وطبعا الاصل كما قلنا هو الرجوع الى اصحاب المال، وناخذ بقولهم لانهم هم نحن نعمل كوكلاء يعني في هذا الامر، والوكيل يتصرف بإذن موكله.